للمزيد حول حركة الأسواق العالمية ينضم إلي من لندن السيد أشرف العايدي، مدير تنفيذي لشركة انترماركت ستراتيجي. أشرف، مساء الخير. اليوم يعني العنوان الرئيسي هو يبقى موضوع الصين في ظل ما نراه. يعني أنا لخصت الأمر، الاقتصاد الصيني إشارات سلبية جدا، من ناحية أخرى عندنا أرقام الوظائف الجيدة في الولايات المتحدة، وعندنا موضوع اليونان عم بلفلفوا الموضوع، يعني عم بينتهوا من الخطط الإنقاذ الثالثة، تفاصيل خطط الإنقاذ الثالثة. في ظل هذه الصورة، كيف ترى اتجاهات الأسواق؟ برأيك ما هي الحركة الملفتة التي سنراها بالأسواق من جراء كل هذه الصورة؟ نعم نادين، بالصين في هناك كلمات، يعني في هناك أخبار أنه سيتم هناك أخيرا يعني عند الموافقة على خطة الإنقاذ ب 85 مليار دولار، ب 85 مليار يورو. فهذا من يعني من شيله. آخر مرة تكلمنا أنا وياك كنا هنا، يعني كأنه العالم كان قد يكاد أن ينتهي مع قصة الصين، وقلنا أنه الصين مع قصة اليونان، وانه وقلنا انه اليونان ستبقى ولا بلد مش راح يخرج من اليورو. كنا غالطين، كنت اتوقع انه اليورو راح يطلع على دولار و15، ولكن لم يفعل ذلك. ولكن بنفس الوقت معظم الناس والخبراء في اليورو كانوا يتكلمون ويقولون انه سوف نرى باريتي 1:1، ولم نرى ذلك، ونتوقع انه لن نرى ذلك. بالأسواق البورصة بأمريكا عم نشوف إشي يعني ما هو كتير جيد، لأنه عم نشوف بتقنيات بالأس أم بي 500 بمتوسط ال 200 يوم وال 50 يوم، يعني كلهم نازلين. وعم نشوف انه الداون جونز نازل تحت متوسط ال 100 يوم و 50 يوم و 200 يوم، والان اذا مندخل بالتشارت الاسبوعي بنشوف المزيد من الخسائر. والناس الذين يقولون انه اذا الاقتصاد الامريكي كثير قوي، فلماذا هناك الخوف من سوق البورصات، من ستوك ماركت ومن البوند ماركت؟ يعني تعقد السندات عم نشوفه نزل على اربع اسابيع متتاليه. اما بالصين فبالرغم من انه اذا بنشرح من الناحيه الفنيه، بالرغم من انه الشانغهاي اندكس لساته طالع ولساته صامد فوق الدعم متوسط 200 اليوم، وبالرغم من انه اليوم شفنا 500 قفزه 500، وبالرغم من انه شفنا يعني في تحسن. الشيء اللي لازم يعرفوه الناس يا نادين انه لما السوق ينزل 35% ويطلع 7% وال 10%، كل الصينيين يعني دخلوا بالستوك ماركت وعملوا باي اون مارجن، يعني بالليفرج، يعني لما وان واحد بالهامش. ولا دولار واحد، نعم على الهامش. لما انت تشتري شيء هو ينزل 50% ولا 30%، الخسائر اللي انت بتاخذيها مش 30% 50%، راح تكون اكثر لانه على الهامش. نعم بالضبط. وهذا يعود الى مساله ابل كمبيوترز، انه الشركه هي طلعت عملت شيء كثير قوي بامريكا، بفرنسا، بامريكا، بانجلترا، ولكن من شان بتستأنف في التوسيع في الارباح لازم تتكل عن الصين. ولما العمال يعني الناس الصينيين والمواطنين الصينيين اللي خاسرين بالبورصه، والواحد بتوقعهم انه يشتروا ايباد وايفون 6 واي واتش، فهذه هي علامة الاستفهام. طيب أشرف، أنت يعني غمزت إلى أمور معينة، بس خلينا نحكيها بطريقة مبسطة أكثر. خلينا أرجع أبدأ من الولايات المتحدة. أنت قلت أنه ما يحدث بالبورصة مثير للقلق بعض الشيء، ولكن هل هو يحتسب؟ هل الخشية هي من رفع لابد سيأتي بأسعار الفائدة بسبتمبر؟ وإلا لو لم يكن هناك رفع للفائدة بسبتمبر، لماذا هذا الإصرار من يلن ومن تصريحات كل أعضاء الفيدرالي وكأنهم يجهزون السوق؟ بالتالي هل السوق اليوم برايسينج إن رفع لأسعار الفائدة بسبتمبر ولا لا؟ نعم، بين قوسين بيني وبينك يعني وبين كل المشاهدين، نحن لساتنا لا نتوقع رفع الفائدة في هذا العام. ولكن لا يهم ماذا نتوقع، ولكن اللي يهم ما هو السوق يتوقع. السوق الآن يتوقع يعني الآن 45% احتمال أنه سيكون سعر الفائدة بشهر 9، ولكن أظن حوالي 55% سيتم بشهر 12.
هلا اذا بتساليني اذا بتساليني ماذا سيحدث للاقتصاد الامريكي، هل هو يعني يمكن ان يتحمل مجرد ارتفاع 25 نقطه؟ وانا اقول نعم، لن يكون هناك اي كارثه. الشيء اللي انا خايف منه انه البنك المركزي الامريكي يستهدف الاعمال ذا جوبز والتضخم المالي والتضخم الاسعار. الاخير هذا تضخم الاسعار بعيد عن هدف 2%، الان على 1.2%، وانا اتوقع اذا سيرفعون اسعار الفائده سيكون هناك نوعا من القوه اكثر في الدولار، وهذه والقوه الدولار هذه ونزول البترول ونزول النفط الذي نتوقعه ان ينزل تحت 40، فهذا سيؤثر فسيكون له تاثير اكثر سلبي عن الانفليشن ولا على الديفليشن ولا على تضخم الاسعار. فانا اقول انه مما يحاول، يعني اسمحي لي بس ثانيه، مما يحاوله انه البنك المركزي يفعل انه تو نورمالايز بوليسي، لانه قاعدين على هذه السياسه منذ 2006، ولذلك انه يريدون ان يجهزون ولا يغيرون ذلك، لانه في تحسن ملحوظ في سوق الوظائف، ولكن انه حتى اذا يرفعون اسعار الفائده مش راح يكون هناك اكثر من رفعتين ولا نعم. ولا واحد بس، مش على كل هذا ايضا مربوط بالضعف اللي اشرت اليه بالاقتصاد الصيني واللي ألتيمتلي بياثر على شركات ارباح الشركات الامريكيه، ويمكن هيدا ايضا بياخذوه بالحسبان قبل القيام بمثل هذه الخطوه. اشرف، انتهى وقتنا، بس اليوم الدولار قريب من اعلى مستوى باربعه اشهر مقابل سله من العملات، هل تعتقد كيف اتجاهه من هون ورايح في ظل ما ذكرته؟ اعتقد انه رح يكون صعب انه اليورو ينزل تحت 1.08، واعتقد انه مؤشر الدولار اندكس حتى اذا يطلع مش راح يطلع اكثر من 99. نحن نقترب الى اخر يعني دوره الدولار يعني العاليه، وهو البول ماركت، نحن نقترب في اخر مراحل البول ماركت هذا. شكرا جزيلا لك استاذ اشرف العايدي، مدير تنفيذي لشركه انتر ماركت ستراتيجي، اهلا وسهلا بك. شكرا.